ذكرت بعض المصادر الصحفية أن الحزب الحاكم قد وجه دعوة إلى لجنة الحوار المشكلة مؤخرا يطالبها فيها بإطلاق الحوار في 26 من الشهر الجاري، ورغم أن الحزب لم يصدر بيانا بهذا الخصوص إلا أن تلك المصادر أكدت نقلا عن مصادرها الخاصة أن الحوار سينطلق في غضون الأيام القادمة بمن حضر. هذا ولم يتسنى للساحل التأكد من الخبر رغم عدم استعباده من مصادر في الحزب الحاكم. ترقب شديد لإطلاق الحوار المتعثر بين فرقاء المشهد السياسي بموريتانيا منذ فترة. غداة دعوة وجهها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية للجنة الحوار المشكلة مؤخرا يدعوها لإطلاق الحوار في 26 من شهر سبتمبر الجاري. دعوة الحزب الحاكم تأتي في ظرف أجرى فيه الأمين العام للرئاسة ملايو محمد الأغلب في الأسابيع الأخيرة سلسلة من اللقاءات مع أحزاب وتشكيلات في المعارضة بهدف التوصل إلى اتفاق تمهيدي لإطلاق حوار بين مكونات الطيف السياسي. المعوقات التي ظلت تعيق الإجماع على إطلاق الحوار هي ذاتها، وهو ما يفسر ما ذهبت إليه بعض التسريبات التي تحدثت عن مقاطعة المنتدى لجلسات الحوار المنتظرة في أواخر الشهر الجاري. فعوائق الرد المكتوب كاشتراطات للدخول في الحوار من المنتدى ما تزال ماثلة. ربما يشهد الاثنين المقبل إن صحت تسريبات جلسة بمن حضر، وحضور المنتدى لها بات أمرا شبه مفروغ منه نظرا لغياب الضمانات التي طلبها. الحكومة التي تعتبر هي ظهيرة الأيمن للحوار اعتبر الناطق باسمها خلال الأسابيع المصرمة أن الحوار انطلق بالفعل، وأن دعوة رئيس الجمهورية بالنعمة والآجال التي أعطاها لإطلاقه انطلق فيها بشكل فعلي. حوار على ما يبدو تجري الاستعدادات لإطلاقه في غضون أيام، فهل يتخطى عوائق سابقيه ويمسح طاولة الخلافات؟ أم أنه مجرد موسم لتنمية الشرخ بين خصوم السياسة في موريتانيا؟